ماريو. تخيل أن عددا كبيرا من القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك. يعتبر هذا القدوم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي أو يعيدوكم في ملتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها من عناصر شرطة الاحتلال يقومون بتصوير ساحات المسجد الأقصى المبارك. يلاحظ كذلك وجود عناصر أخرى طائرات درون تنتشر في سماء المسجد الأقصى المبارك وتقوم بتصوير كذلك الساحات هنا. بس اصبر مين اللي بيطبقها؟ واحد كان كذا وعدوك
الله حصنك. يهيئ الاحتلال لجعل سقف أو سطح المدرسة التنكازية كمطل مشروع جديد للاحتلال، مطل للمستوطنين ولجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال ونقطة للتمركز. طبعا هم بلشوا يجهزوا زي ما انتم شايفين الكاميرا، كمان في ناس عم تتصور هيها في صهاينة بتصوروا، في كمان حاطين هذه النقطة. طبعا قاموا بتجديد الكاميرات في هذا المكان. هاي الكاميرات دقيقة جدا بإمكانها تصور الوجوه بشكل واضح. Thank you.
إذا منعاود نشوفكم مع Yeah.